مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم عصير لرمضان، عصير كتير صحي وبدون مواد حافظة مثل هيدا اللي منشتري من الدكاكين، وعن جد إن شاء الله بنال إعجابكم. صحي وكتير كتير طيب وبشهي ورائع، ورح يعجب الكبار والصغار بالبيت بهيدا الشكل اللي شايفينه، شكله كتير حلو ورائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. موجود عنا حامضة، ليموني، 3/4 الكوب سكر، وعلبة يوغرت، زبادي بنكهة الأبريكوت. أول شي هيدا السكر أنا رح أعمل العصير كتير سكر وخفيف، ممكن أنتو ضعفوا كمية السكر حسب الرغبة، فيكن تعملوا سكر خفيف، إذا بدكم بتضيفوا سكر بكباية العصير إذا ما عجبتكن. بدي ابرش الحامضة ببرش كل اللون الاصفر على الحامضة. هلا نحن بنقلها لهيدي حامضة، بس في ناس بيقولوا لها ليمون. برشنا الحامضة، هلا الليموني. كمان برشنا الليمون منيح. بحط السكر، بخلطهم منيح. بس خلطتهم منيح، هلأ بدي أقطع الليمون والحامض بشيل القشر الأبيض قد ما فيني، بنظف هيدا القشر الأبيض. كمان نفس الشي الحامضة، منشيل القشر الأبيض منيح. منشيل هيدا البياض كمان من قلب الليموني. إذا في بزر أكيد بدنا نشيل البزر من قلبه. نفس الشيء الحامضة. واو، طلعت الحامضة ما فيها ولا حبة بزر، كتير نظيفة ما فيها بزر بالمرة. لا طلع في بزر هون، بنشيل البزر كمان واللون هيدا البياض. بحطهم فوق الخليط اللي عملناه أول شي. بحط اليوغرت، بخلطهم منيح مع بعض. بضيف عليهم نص لتر مي. بخلطهم، بنخلطهم منيح. هلا بحطهم بالخلاط. بسم الله.
قاعد بتعمل اليوم لحمة بعجين. خبروني انتو اليوم شو طبختوا. هنشوف من عمل مثلي لحمة بعجين اليوم. خلطناهم منيح. بنحطهم بالجات. كمان برجع بضيف نص لتر مي. حطينا لتر مي، بخلطهم شوي. بغطي الجاط وبحطهم على جنب، بتركهم حوالي نص ساعة. إذا تركناهم أكتر ما في أي مشكلة، يعني إذا عملتوهن ورحتوا على شي مطرح تركتوهن منقوعين ما في مشكلة، بس أهم شي تنقعوهن أقل شي نص ساعة. هلأ بحطهم على جنب. بعد مرور نص ساعة بعد ما نقعنا العصير، هلأ بدي صفيهم بالمصفاي. قبل ما صفيهم بحركهم شوي. بسم الله. ريحتهم كتير كتير رائعة وطيبة بتشهي. مثل ما قلت لكم هيدا العصير انا عملته مر شوي، انتو بتضاعفوا كمية السكر او شو بتعملوا، من الافضل تعملوه بهيدي الطريقة. واذا بكن بتضيفوا سكر على الكباي، بس تعبوا الكباي بتضيفوا عليها شي بسيط من السكر، انتو حسب الرغبة. يعني عندكم عدة اختيارات. بنصفيهم بهيدي الطريقة، شايفين شو عم ينزل. هلأ بحطهم بالبريق. هيدا العصير اللي عملته أنا وياكم، عصير كتير بسيط ورائع وعن جد طيب بدون مواد حافظة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.